الله الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. في حد له استفسار في معاني الحديث اللي احنا قلناها؟ ايوه هو سؤال فكري يعني. أيوة. هذا الرجل الذي ثمر المال، أيوة. لو خسر هذا المال، نعم. هو ضامن له أم لا؟ لا، هو غير ضامن، لأنه يعني مضارب فيه، مضارب مضارب لوجه الله، نعم. هو مضارب لوجه الله، وما دام مضارب لوجه الله كما قلنا قبل قليل أن المضاربة أمانة. أنا إذا أعطيت مالي لشخص قد ضارب فيه وما تكسبه بيني وبينك، في هذه الحالة أنت تأخذ نصف المكسب وأنا أخذ نصف المكسب والمال لصاحبه، لكن إذا خسر المال لا شيء على العامل لأنه أمين على هذا المال. فكذلك هذا الرجل أمين على هذا المال. يعني لو أتاه رجل قال أعطيني أجري، قال ضاربت به فخسر، فليس لك عندي شيء؟ أي نعم، إذا كان إذا كان خسر حقيقة، إذا كان خسر حقيقة حتى إذا كان خسر حقيقة لا حرج عليه في هذا. ما هو ده أحكام مضاربة. أخوانا طلاب العلم معنا في الجامعة عم ندرس لهم باب المضاربة، هو إيه؟ تعطي المال لشخص ليعمل به، ثم إذا كسب تقتسم معه المكسب، خسر لا شيء عليه، لا شيء عليه. ما احنا ما هو ده مشكلتنا الأحباب الذين يقولون إن أنا بضع مالي في البنك عشان يضارب فيه. كيف يضارب البنك في المال؟ هل أنت تقبل بشرط المضاربة؟ تقبل بشرط المضاربة؟ إيش شرط المضاربة؟ أن المال إذا احترق أو إذا خسر أو إذا ضاع البنك لا يتحمل شيئا. هل ترضى بهذا؟ نعم. أي لو المال ده خسر مثلا 4000، أي بعد كده كسب ال 4000 يبقى انا 2000 وهو 2000؟ لا، المكسب يعوض الخسارة، المكسب يعوض الخسارة. يعني انا اشتغلت في المال ثم خسر، ثم يعني كسبت 4000 لكن اشتغلت واشتغلت وخسر 4000، هذا المكسب يعوض الخسارة ولا شيء للعامل، ولا شيء للعامل. بعد إذنك يا سيدي، لو واحد عايز يحتفظ بالمال بتاعه بس في البنك مجرد احتفاظ ما ياخدش منه فايدة أو حاجة، اللي عاوز يعمل هذا العمل في صناديق خاصة في البنوك، تقول له اديني صندوق ومعك مفتاحه، تحط مالك في الصندوق، ثم في نهاية كل سنة أو كل شهر عاوز تروح تفتح الصندوق تاخذ من مالك، بس هياخذ منك يعني مقابل أجر عن أمانة منصب، مقابل الحراسة بس. في مبلغ بتحطه مثلا في البنك او في اي هيئه معينه، يعني الهيئه دي بتاخده بتشغله وبيطلع فايده، الفايده ديت مش المفروض بتبقى حلال كده ولا؟ ما انا بقول هل البنك اخواننا الحته اللي ما يعرفوش اكثر الناس، ممنوع على البنوك المصريه تحت القانون انشاء البنوك ان تعمل اعمال او مشروعات باموال الناس، ممنوعه قانونا انها تعمل مشروعات بهذه الاموال. اما الايه، انت تعطيها المال وديعه يعتبر قرض، وهي تقرضه للمقاولين اصحاب المشروعات مقابل 20% او 18%، تعطيك انت 8% او 6% وياخذ البنك الايه الباقي. في هذه الحاله انت خدت فايدة وهي الفايدة حرام، والبنك أيضا حصل على الفايدة والفايدة حرام. البنك ممنوع، البنوك المصرية أخواننا ممنوعة أن تعمل مشروعات بأموال الناس. طيب البنك أو أي هيئة تانية برضو بقى الفايدة عندها حرام ولا البنك بس؟ لا، مش كل نظام المضاربة هو الذي أباح لون الشارع. نظام المضاربة يا أخوان، نظام المضاربة أن تعطي شخص مالا وتقول له ضارب فيه وما تكسبه بيننا وبينك، وإذا خسرت لا حرج عليك في هذا.
هذا هو النظام المضاربه. ده اللي بقول حضرتك المضاربه كده حضرتك قطعنا من طرفين. هو الراجل ده ضارب من غير ما حد يقول له، ضارب لوحده كده. ايوه. طيب يبقى لو اتلف المال على ان هو يضمنه، لان هو لم يوكل من الشخص الاخر اللي هو صاحب المال اللي هو اللي هي في الاصل انها اجرته. لا هو ليس هناك شرط ان يشترط عليك، لكن نظام هو استخدم المضاربه دون ان يوكله، ان الاخر رجل فقير وما كانش فكر ان صاحبنا ده هيشتغل في هذا المال، انما هو نصيحه واخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى عمل في هذا المال حتى، ولذلك هو لم ياخذ منه شيئا، يقول لك استاقه كله ولم يترك شيئا. هل هناك اعتبار في لو حضرتك لو الفايده ما تغير؟ هو برضو من اللعبة، هذه لعبة برضو قيلت لنا احنا هنعمل الفايدة مش فايدة ثابتة 5% من رأس المال، لا هنعملها ايه سنة 6% وسنة 7% وسنة 4% وسنة 6. هذه تلاعب في الألفاظ يا ابن، هذا تلاعب في الألفاظ. انا بقول انا ناخد مالك في اخر السنة نعمل ميزانية، ما يكسبه هذا المال نقتسمه أنا وأنت بالنصف أو بالثلث أو غيره، وأنت تأخذ رأس مالك. ده نظام المضاربة يا إخوان. لكن كون أنا اديتك السنة دي 6% من رأس المال والسنة الجاية 7% ثانية 3%، لا قيمة لهذا التلاعب، لا قيمة له. لا يا ابني لا، أنا بقول اللي عاوز يعمل مضاربة لازم يستخدم أحكام المضاربة فعلا. نعم. البنوك الإسلامية عندنا بالاسم، في باسم فقط. أعظم معظم البنوك عندنا يمكن بنك واحد ولا، وحتى البنك ده فيه أخطاء كثيرة جدا، البنك الإسلامي الموجود عندنا فيه أخطاء كثيرة جدا، وأنا يعني بأنصحهم، لكن حتى الآن لا نتيجة لهذه النصائح. بنك فيصل الإسلامي. أيوه. للأسف للأسف كلها ترفع راية المعاملة الإسلامية ولا يتعاملون بالمعاملة الإسلامية. شوف مما يؤسف له، مما يؤسف له، أنا يعني كانت بعض الجهات في أمريكا يعني يستدعونني عشان نلقى محاضرات للجاليات الإسلامية هناك، فتعرض علينا مشروعات البنوك هناك. للأسف الأمريكيون يقتطعون جزء من أموالهم ويطبقوا عليه أحكام الشريعة الإسلامية في ميزانية مستقلة. حضرتك شوف هذه الأحكام 100% مطابقة للشريعة الإسلامية. طيب إخواننا الآخرين المسلمين المشروعات بتاعتهم ربا 100%. ده في واحد عنده يعني مشروع يقول لك إيه عنوانه لا ربا، عنوان المشروع كده هو لا ربا، اليافطة كده هو بتاعت لا ربا، بنك كبير كبير اسمه ايه لا ربا. لما نظرنا في الشروط وبتاعته وجدنا ده وسط الربا، ده مغروس في الربا، مغروس في الربا. ليه بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا دلوقتي تودع في البنوك بيطلع لها فايده، بيعملوا ايه في الفايده؟ نعم نعمل في الفايده اللي بتطلع لها تعمل فيها يعني إذا كان هناك مشروع عام، مشروعات العامة، طرق تسفلت، مدرسة تبنى، مستشفى يبنى، هذه توضع فيها الأموال العامة دي، لكن لا تضعها في مسجد ولا تأكل بها خبزا ولا تعطيها للفقراء، إنما هذا مال خبيث للأسف يوضع في مشروعات العامة. نعم. حتى على أبواب السادة الملكية في من ضرب بالمال ثم أتلفه تقصيرا منه؟ لا، التقصير حاجة تانية. إذا كان العامل قصر في إدارة المال أو في حفظه يتحمل العامل مسؤولية التقصير وعدم المحافظة. هذا عند جمهور الفقهاء. العامل لابد أن يبذل جهده في الحفظ وفي تحريك المال وفي حراسته، فإذا قصر فيها شيء من هذا فيتحمل مسؤولية هذا التقصير. نعم. من خلال هذا الحديث ممكن من الفوائد فيه التوسل
وليس هناك اختلاف في التواصل إلى الله مباشرة وبأعمال الصالحة كما بيّنت الحديث، فكيف التواصل على رجال الصالحين أو أولياء الله الصالحين؟ هو الحديث فتح لنا باب عظيم، وهو باب الإيه؟ باب التوسل إلى الله. التوسل إلى الله بإيه؟ بالعمل الصالح. التوسل إلى الله بالعمل إيه؟ بالعمل الصالح. إذا أنت عملت عملا صالحا لم يراك فيه الناس وقلت يا رب أنا عملت هذا لوجهك، اشرح صدري، اكرمني في بيتي، اكرمني في زوجتي، اكرمني في أولادي، الدعاء سيقبل ما دام فعلا كنت مخلصا في هذا العمل. باب فتح لنا باب، لكن التوسل بالصالحين ده باب يعني ريت احنا قلنا، حد سألني هذا السؤال قلنا هنتكلم في آخر الدرس إن شاء الله. التوسل ما حكم التوسل بالصالحين إن شاء الله؟ نعم، هو أنا قلت في بداية كلامي البنوك تغولت عندنا وأصبح كل التعامل مع مين؟ مع البنوك. اللي عاوز يشتري سيارة يروح المعرض والمعرض يحوله على البنك. عندنا نظام إسلامي لكن للأسف حتى البنوك الإسلامية اللي عايزين يتعاملوا به بيلخبطوا فيه. إيه حاجة اسمها بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء. انت راجل مثلا سواق عاوز تاكسي عشان تشتغل عليه، تروح المعرض تقول والله انا عاوز تاكسي من الصنف الفلاني، الراجل بتاع المعرض بيقول لك والله معك نقدا، يقول لك لا معيش نقد. طيب شوف لك بنك من البنوك، تروح للبنك يقول لك اللي بيحصل بالبنك ايه، يقوم يتصل بالتليفون السيارة الفلانية رقم كذا بنظام كذا 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 بكم مبلغ كذا، انا هدفع لك هذا المبلغ واحطه لك في البنك باسمك وسلمه لايه السياره. هذا ما يصحش. ايه اللي صح؟ المفروض البنك يروح المعرض ويشتري السياره باسم البنك ثم ياتي للشخص الذي قال له تعال اشتري مني السياره. اذا انا اشتري السياره منين؟ مش من المعرض، اشتريها من مين؟ من البنك. فيه اذا فيه عقد بين البنك وبين المعرض، وفي عقد تاني بين البنك وبين ايه الشخص شاري السيارة. وبعدين الإمام الشافعي بيقول يعني كمان في حاجة تانية تالتة، وهي ايه؟ أن يكون صاحب الراجل المشتري ده له حرية الاختيار. ممكن بعد البنك ما يشتري يقول الله أنا مش عاوز السيارة، هذا من حقه. يعني الإمام الشافعي هنا وضع هذه القاعدة، بيع المرابحة للأمن والشراء فيها ثلاث أركان. الركن الأول هناك عقد بين الممول اللي هو البنك وبين المعرض، وفيه عقد آخر بين البنك وبين الشخص طالب الشراء، وفيه حاجة حرية الحركة، حرية الاختيار. تمت الشراء ولكن الأولاد في البيت قالوا احنا مش عاوزين خلاص. البنوك عملوا حيلة. ايه الحيلة دي؟ عند المالكية في قاعدة. ايه القاعدة دي؟ أن الوعد ملزم. الوعد ايه؟ ملزم. دي من مذهب المالكية. الوعد ملزم اخذوها بصفة عامة عن المالكية، عندهم الوعد ملزم. انا حضرت مجمع الفقه الاسلامي في جدة في سنة من السنوات وجدتهم يقولون هذا الكلام. قلت لهم والله المالكية عندهم الوعد ملزم في حالة واحدة. ايه الحالة دي؟ اذا انا وعدت واحد ثم الواحد أخذ وعدي وتعاقد مع الآخرين بهذا الوعد، أصبحت أنا ملزم أمام الله وأمام القضاء بأني أعطيه ما وعدته به. يعني أنا قلت لك يا فلان ليه لما تتزوج؟ قال والله مش لاقي مبلغ ملا أدفعه مهرا. يا سيدي تزوج المهر علي. فراح فعلا راح تعاقد مع رجل وعقد زواجه على وحده، أصبحت أنا إيه؟ ملزم. ليه؟ لأنه أخذ وعدي وبنى مشروع عليه، بنى عقد عليه. في الحالة دي المالك يقول لا، أصبحت أنت ملزم أمام الله وأمام الناس أنك أنت لازم توفي بوعدك. لكن في غير هذه النقطة
المالكية عندهم الوعد غير ملزم، فالناس يخلطون. ما دام سمع المالكية الوعد ملزم أخذوه بصفة إيه؟ بصفة عامة. أصبحت المنوب يقول لك أه خلاص المالكية عندهم الوعد ملزم. لا، الوعد ملزم في إيه؟ في حالة ما إذا كان الموعود التزم بإيه؟ بمشروع أو بمعاملة مع الآخرين، أصبحت أنا ملزم بهذا. لكن ما دام هو لم يلتزم، الوعد لا زال وعدا، الوعد هو الوعد. لا 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 لا، أنت حضرتك تشتري من البنك مش، وطبع علاقتك بين بالبنك بحيث لو ظهرت عيوب في السيارة لا صلة لك بالمعرض، ترجع بعيوبك على إيه؟ على البنك. طيب هذا سؤال جميل، بس خلينا ايه يعني معي حديث ثاني نذكره في الحلقه بتاعتنا، ونفتح الباب للايه للمناقشه الطيبه الحلوه دي. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.